أهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. 9 مساء الأربعاء، موعد فقرتنا الثابتة كل أسبوع، فقرة درس التاريخ. أستاذنا العالم الكبير الأستاذ دكتور وسيم سيسي، شرف ونور. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا بك يا أستاذ تامر، وبتقدم إليك على الهواء بالعزاء، وأقول لك إن الله وحده هو القادر أن يهبكم العزاء، وأعرف أن الله يختار الإنسان الذي يحبه في أنسب وقت إليه، وهذا هو العزاء الذي يجب أن يكون. كما أعرف تماما أن لا يخلو بيت على سطح الكرة الأرضية إلا وقد زاره الموت. صحيح. وإنما هو كاس بيمر علينا جميعا وبنشربه جميعا، يعني ربنا يعزيك وقلبي معك. أشكرك، بيسلم قلبك ونعم بالله. الموت حق والله حق، وربنا يصبر الناس كلها على فراق الأحبة. دكتور، حصة النهاردة أو درس النهاردة متعلقة بعنوان وموضوع مهم جدا جدا، مش بس طبعا عشان نقلب في صفحات التاريخ، لا، عشان نستفيد منه كمان في الحاضر، وهو فكرة القانون. الحضارة المصرية القديمة أول من عرفت القانون، ويعني إيه قانون عشان ينظم حياة الناس بعد ما كانت الحياة عبارة عن عشوائية وفوضى، والقوي فيها يأكل الضعيف وبدون حدود والتزامات وواجبات وما إلى ذلك. فعاك تشرح لنا كيف ظهر القانون لأول مرة عند المصريين القدماء؟ طبعا هي مصر مرت أولا يعني طبقا لمنيتون أن الأسرة الأولى كانت 5619 قبل الميلاد، لكن قبلها كان هناك السعي الحضاري. ومن خلال هذا السعي الحضاري الطويل اللي يمكن يمتد إلى يعني 11000 سنة مضت أو 12000 سنة مضت، فوجئنا. الناس شايفاها مفاجأة، إنما هي ثمار السعي الحضاري. منها مثلا على سبيل المثال السنة الشمسية 4241 قبل الميلاد، يعني قبلها آلاف السنين من رصد النجوم والأفلاك. صحيح. القانون اللي يمكن عبر عنه الدكتور محمود السقا أستاذ القانون في كلية الحقوق جامعة القاهرة بجملة غاية في الجمال، قال: نسجت مصر قانونها من الفضيلة حتى تكسو به جسم البشرية بالحق والعدل. يا سلام، كلمة الواحد يقعد يتأملها، ويصف أيضا القانون في مصر القديمة ويقول أنه كان مثاليا في قواعده، عالميا في مراميه، عادلا في أحكامه، صافيا في موده، نقيا في مبادئه. دهشة للمؤرخين، لأنه قام على دعامتين: شعار اللي مصر هي اللي علمت العالم به، العدل أساس الملك بين الحاكم والمحكوم، والعدالة الاجتماعية، الكل أمام القانون سواء بسواء. والغريبة أن احنا لا نجد أنها شعارات ولكنها كانت مطبقة. يعني نجد مثلا أن ماعت من التوصيات بتاعتها بالنسبة لأي ملك أن الملك لا يمكن أن يكون محبوبا إلا بإقامة العدل، وكان القانون يعطي الشعب حق الهتاف للملك إذا مات له أو ضده، فإذا هتف ضده لا يدفن في مقابر الملوك. يا سلام، إلى هذا الحد اللي بيقولوا عليه الملوك كانوا جبابرة وفراعنة ومعبودين والناس تخاف منهم وبتاع. ده كان الملك يرعب. لو أن هذا اليوم الذي ينتقل فيه إلى العالم الآخر أن الشعب يهتف ضده، يعني هل هناك أدلة؟ أدلة. يعني هنا الشعب بيعطى الحق في تقييم ملكه، في تقييم الملك إذا كان عادلا أم غير عادل، ويا إما يبقى رأيه معاه أو ضده، وبعد كده نقول كانوا وكانوا بتاعه إلى آخره. لا، قمة طبعا الديمقراطية. طبعا قمة الديمقراطية أن الشعب يقيم حاكمه. تحتمس الثالث مؤسس الأمبراطورية اللي هي أول أمبراطورية اللي امتدت لغاية العراق شمالا، أثيوبيا جنوبا، برقة غربا، أراد أن يغير فقرة في القانون. كبير القضاء يقول له: يا جلالة الملك، لا يجب أن تعلو كلمة الحاكم فوق كلمة القانون. يعتذر تحتمس الثالث ويطلب المغفرة.
يعتذر الحاكم تحتمس الثالث اللي بتدرس معاركه الحربية لغاية النهاردة في انجلترا. يعتذر ويطلب المغفرة لان طلب تغيير فقرة في القانون. ولما اتهم ابن رمسيس الثالث بالخيانة شكلت محكمة من 14 قاضي حكموا عليه بالاعدام. ابن رمسيس الثالث وموجودة الموميا بتاعته في متحف الحضارة واسمه بنتا اور وبيسموها صرخة الرعب لانه بقه مفتوح يظهر عند تطبيق الحكم عليه كان مرعوب بقه مفتوح فمسمينها صرخة الرعب بتاع بنتا اور موجود لغاية دلوقتي. الشيء الجميل كمان متحف الحضارة اللي عندنا موجود فتح في الحضارة تمام. ابن رمسيس ثلاثة موجود لغايه يعني الرجل. ابن الحاكم اتهم وادين واعدم ولما وجدوا اثنين من ال 14 قاضي كانوا بيسهروا في القصر يعني كانوا مع حكموا عليهم بالاعدام فانتحر القاضيان قبل تنفيذ الحكم. اوف انتحر القاضي. والشيء العجيب ان كانت يعني كان هناك ماعت لها احكام حتى على القضاء. ايوه ومن حاجات جميلة جدا بقى أيها القاضي قبل أن تجعل المتهم أن يحلف بالصدق عليك أن تحلف أنت أنك سوف تقيم العدل. اعلم أيها القاضي أنك تحكم على الناس في هذه الأرض سوف يحاكمك الله على أحكامك في العالم الآخر. أيها القاضي لا يجب أن تحكم ما بين النساء ما لم تكن طاهر الفكر طاهر الجسد وأنك ليس هناك أي ميل لطرف ضد الآخر. يا خبر أبيض من إيه الرقي ده؟ شروط بالنسبة للقضاء. إيه الرقي والسمو ده؟ ده لما كان يحكم بالإعدام يقول له لقد لوثت يديك بقتل إنسان آخر لا ألوث يدي بقتلك عليك أن تنهي حياتك بالطريقة التي تختارها ويحبسه وهو بقى يموت نفسه بقى يخشوش نفسه يشرب سم يعمل اي حاجة انما هو ما يلوثش ايديه انما كانت الاحكام يعني مثلا كانت مختلفة يعني كان ممكن يحكم بالاعدام مثلا في الخيانة العظمى على سبيل المثال وكان ايضا برضو في خيانة الوطن يقطع اللسان في السرقة كان يقطع اليد في الاغتصاب كان يقطع الخصيتين. الغريبة ان الحكاية دي فضلت مستمرة في الدنمارك لغاية سنة 1972 المغتصب تقطع الخصيتين بتوعه. المغتصب الذي يغتصب فتاة او بتاع لغاية 1972 يعني امبارح كانت العقوبة دي مطبقة. كان اسمها الاخصاء حاجة كده الاخصاء العقابي او اخصاء يخصي الاخصاء العقابي اللي هي بلاش كده وكده. سنة 1867 قامت معركة في أدوى في أثيوبيا لما إيطاليا غزت أثيوبيا فأثيوبيا أسهرت 7000 ضابط وجندي إيطالي عملت لهم إخصاء لهم كلهم. يا خبر أبيض الكلام ده سنة 1896 فالكلام ده له اصل اهو لها اصل الشيء لما حصل غزو لايطاليا مره تانية سنه 1935 لاثيوبيا كان الرعب بتاع الجنود والضباط ان يتعمل فيهم اللي اتعمل قبل طبعا عندهم سنه 1896 لان كان يا دوب 4 و35 39 سنه بس 40 سنه الفرق 40 سنه فرق لسه التجربه المريره في ذاكرتهم التجربه لا زالت حيه يعني فكانت العقوبه دهيا كانت مطبقه. كان بقى البلطجيه كان يتقطع دراعه وودنه عشان يبقى مفضوح قدام الناس. جريمة الزنا كانت تتقطع طرف أنفه يقول لك جدع الأنف. طبعا العقوبات التانية زي الجلد وإلى آخره كانت كلها موجودة. الشيء الجميل كمان إن سولون الرجل اليوناني جاء مصر عاوز أتعلم القانون قالوا القانون المكتبات في المعابد
طب ادخل المعابد، قالوا لا لازم تعتنق الامونيه، لان انت حر في اي مكان، انما عشان تدخل المعابد بتاعتنا تعتنق لازم الامونيه. تبقى فاعتنق الامونيه، الامونيه اللي احنا كلنا في كل الاديان في العالم بتقول امين عليها دي. فدخل وبعد 3 سنين تعلم القانون وكتب وقال، وانا ماشي ربط على كتفي احد الكهنه وقال لي انتم اليونانيون اطفال بالنسبه لنا. اللطيف بقى راح هناك وبدل ما يقول القانون المصري قال قانون سولون. جت روما خدت القانون من اليونان وسمته قانون جوستينيانو الالواح ال 12. وطبعا اللي بيدرسوا حقوق عارفين الكلام، اللي بيدرسوا القانون الروماني مفهوم. جاء نابليون بونابرت وخد القانون من روما. جت مصر اخيرا خدت القانون من فرنسا بضاعتنا وقد ردت الينا. يا خبر ابيض على اللفه. طلع سولون وسماه قانون سولون. جت روما خدته وسمته قانون جوستينيانو الالواح ال 12. جاء بونابرت وسماه قانون بونابرت. كل واحد ينسبه لنفسه. جت مصر خدته بس ما قالتش بقى قانون مصر ومش غيره. احنا الاولى، واحنا الاولى ان احنا نسميه ده قانوننا، لان زي ما حضرتك تفضلت هذه بضاعتنا وقد ردت الينا. ردت الينا. يا خبر ابيض على الزمن. لا الحلال ما بيروحش، الحلال ما بيروحش، رجع لنا لازم يرجع لنا مرة تانية، رغم ان هو رجع عن طريق لفة رأس الرجاء الصالح ورجعت لنا مرة تانية عن طريق يا نهار ابيض. لكن هو في النهاية احنا اصل القانون طبعا، واحنا اصل العدل طبعا طبعا. لا انا فكرة الفكرة دي يمكن دي فكرة حتى تفوق معاني العدل والمساواة اللي بيحاول للغرب اللي بيدعي ان هو متقدم دلوقتي تطبيقها. فكرة بانه القاضي نفسه، حضرتك قلت مش المتهم هو اللي بيحلف، ده القاضي نفسه هو اللي بيحلف. والقاضي لازم ينزه نفسه عن كل الصغائر او الميول او الغرائز او الشهوات او 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 او. ده كان الملك يعني يفرض عليه ان دايما يحط في صدره تمثال صغير لماعت ربة العدالة، وعليه ان يذهب الى معبدها كل سنة يقدم لها تمثالا تذكيرا له بأنه يجب أن يقيم العدل بين الناس. الله. شوف يعني خطاب العرش من الملك لكبير الوزراء اللي هي دلوقتي رئيس الوزراء. جايبه جيمس هنري بريستد في كتابه فجر الضمير. يخاطب كبير الوزراء، الملك بيخاطب رئيس الوزراء، أي كبير وزراء في تغيير الوزراء، يقول له اعلم أن الوزارة مرة الطعم وليست حلوة. اعلم ان الماء والهواء سوف ينقلان الي كل ما تفعل. اياك ان تقرب انسانا منك لانه قريب مني، او تبعد انسانا عنك لانه بعيد عني، بل ليكن القرب منك او البعد عنك بسبب الكفاءة وليس بسبب اي شيء اخر. واعلم ان احترام الناس لك لن يأتي الا باقامتك للعدل. الله. ويقول له إياك أن تفعل ما فعله كبير الوزراء من قبلك خيتي، مارس الظلم حتى يتصف بالعدل، ظلم أهله ولم يعطيهم حقهم خوفا من أن يتهم أنه يحابي أهله، وأعطى حقهم للغريب. إياك أن تفعل هذا، ليكن نبراسك ماعت ربة العدالة، وأن تعطي لكل ذي حق حقه بغض النظر عما إذا كان قريب أو غريب. يقول له اوعى تعمل كده، الجدع ده حب. وعشان كده يقول له ايه، مارس الظلم حتى يتصف بالعدل. جه على اهله، يا على اهله عشان ما يقولوش ان هو بيحابي اهله. ايه ده، ايه السمو ده، ايه السمو ده، حاجه فوق ده. انت تشوف كان في ملك في الاسره العشره اسمه خيت الرابع، غير بقى رئيس الوزراء، ما هي الاسماء منتشره، ده اللي مسمي نفسه فاروق دلوقتي ومش عارف ايه وبتاع. فشوف بقى وهو بينصح ابن ولي العهد، بيقول له هدئ من روع الباكي، هدئ من روع الباكي. وبعدين يقول له اياك ان تجرد انسانا مما يملك، اياك ان تطرد موظفا من وظيفته قبل ان تتحقق من انه يستحق الطرد. و بعد كده هو يقول له ان كل انسان تدي له حقه والى اخره. نشوف الوصف بتاعه كله على ان هو كيف يقيم العدل الاول الاخر. وبعدين شوف القانون مع المراه كان يعمل يعني ايه، الوصيه
شديدة ازاي، وابتدت بانه المهمة مرة. بيقولوا الوزارة مرة، اللي هو زي ما احنا بنقول دلوقتي انها هي تكليف مش تشريف، حاجة كده اللي هو انت مكلف بمهمة ثقيلة مش جاي تتكرم وتتنعم. حلو. لا ده كان يعني اللي يقولك الملوك كانوا مش كانوا بتاع، كانوا ايه يقول كانوا زي ما بقولك يرعبوا من الاخرين. هو السؤال هنا اللي حضرتك بتقوله طبعا دليل على قمة السمو والرقي اللي وصلت اليه الحضارة المصرية القديمة والمصريين القدماء، بس هو الحقيقة كمان الكلام العابثين اللي حضرتك بتضايق منه دلوقتي، انه بيقولك كان في ظلم وكان في استبداد وكان كذا، ده كلام مردود عليه حتى مش بالدلائل بالمنطق. طبعا. هو في حضارة تستمر او تقام اساسا في السنين الا بالعدل، حتى مش ممكن تستمر تقوم اساسا الا اذا كان في عدل. بالظبط كده. هل في طبعا ظلم اورث حضاره؟ مستحيل. لما مطران خليل مطران كان رئيس تحرير المقطم عندنا هنا في مصر، قال مظالم الفراعنه لو كتبت على الرخام الابيض لاسود من كثره مظالمه. رد عليه امير الشعراء وقال له ايه؟ قال له زعموا انها دعائم شيدت بيد البغي ملؤها ظلماء، أين كان القضاء والعدل والحكمة والرأي والنهى والذكاء؟ إذا كان غير ما آتوه فخار أنا من كان فخار براء. أوبا. قال له إيه؟ إيه ده اللي أنت بتقوله ده؟ وبعدين شوف القانون بالنسبة للمرأة، هل تصدق أن كان هناك وزيرة للعدل كانت اسمها نبت، وهي دي كانت حماة الملك تيتي، وزيرة للعدل كان اسمها نابت، وزيرة مرأة. الله. إذا كانت الأسرة الأولى فيها ملكة اسمها مرت نيت، صحيح، في الأسرة الأولى ملكة ووزيرة للعدل كانت اسمها نابت، أنا بدي الاسم اهو عشان الأثريين يجروا وراه، وكانت حماة الملك تيتي، معروف فوزيرة للعدل. وبعدين شوف القوانين بالنسبة للمرأة كانت في مصر شكلها ايه؟ كان المساواة الكاملة، بند في قانون الزواج، إذا هاجرتك كزوجة رد لك مهرك ونصف ما جمعناه في حياتنا الزوجية، وكان إذا مات الأب الذي يقوم بتوزيع الثروة الابنة الصغرى على شرط تكون فوق 16 سنة. طب والابنة الصغرى ليه؟ قالك عشان الذكور ما يكلوهاش والكبار ما يكلوهاش، تبقى هي الاصغر. يا سلام، شوف المنطق، شوف منطق. الحكمه. ده اللي بيحصل، ده اللي بيحصل في الصعيد عندنا لغايه النهارده. اذا مات الاب الابنه الصغرى شرط انها تكون هي التي تقوم بتوزيع الثروه، شرط انها تكون عندها 16 سنه على شرط فوق 16 سنه، ما تبقاش طفله صغيره، ما تبقاش هي اللي توزع عشان الكبار والذكور ما ياكلوهاش. الذكور ما ياكلوهاش والكبار ما ياكلوهاش. الله. ايه ده؟ الله. وبعدين من حق المراه ان تشكو زوجها اذا صدرت منه قسوة باليد أو اللسان، فكان ينظر أول مرة وقرر تاني بقى العنف والحاجات ده هيا يجلد تاني مرة، تالت مرة بقى ما فيش فايدة فيه يخلع تالت مرة. ده كان قمة الإنصاف للمرأة. ده كان القانون يحتم إن الذي يقتل أمه أو أبوه بالذات مش بس الإعدام، لا، ده جسمه هيلوث الأرض فيجب أن يحرق ويذر في الهواء، مش بس إعدام بقى زي الآخرين، لا، ده والدك، دي والدتك، وتجرؤ على أنك أنت تقتلها، لا، يبقى ده مش ده فناء، ده اسمه إفناء بقى لهذا الشخص أن لا يكون له حتى وجود. لا أثر له في الأرض، لا أثر، لأنه سوف ينجس الأرض بأن جثمانه هذا سوف يلوث الأرض. قمة الحكمة. إيه ده؟ قمة الحكمة. وبعدين كان يعطي الحق لأي مواطن إن هو يشكو، ويشكو للمسؤول. فلاح الفصيح التسع رسائل بتاعته لحسن الحظ موجودة كلها من الأول، ولما طلعوا عليه اللصوص وسرقوه أول رسالة وتاني رسالة منتهى الجمال وراها للملك. ما في حد من الأساتذة الكبار في العالم الدارسين في الحضارة المصرية القديمة قال لي سمي الفلاح الفصيح رغم ان هو الوصف الادق ان هو الفلاح الشاكي، لان هو فعلا قصته كلها انه بيشكو طالبا حقه، طالب حقه. وبعدين كان اسمه انوب، وكان الفلاح المحافظ وكان المحافظ اسمه رينسي ابن ميرو،
الفلاح نوب والمحافظ رنسي ابن ميرو اللي هو وادي النطرون دلوقتي. كان رنسي ابن ميرو وكان الملك اسمه ابن محات الاول. كويس. فلما اتسرق وطلعوا عليه اللصوص وسرقوا بضاعته وبتاع فاشتكى. كان الرساله بقى في منتهى الجمال: لسان انت كالميزان ويداك هي الكفتان ولسانك هو المؤشر وقلبك هو رمانة هذا الميزان، اجعلني اضع اسمك يا سيادة المحافظ على كل قانون عادل. اجعلني اضع اسمك على كل قانون عادل. كلام منتهى الجمال يعني. راح للملك وراه له الرسالة دي، قال له اقبض على الرصوص وخد بالك من اسرته و ما تقولوش ان احنا عشان يكتب لنا رسائل تانية. كتب 9 رسائل ابتداء من الرسالة الثالثة بقى يقول له: مالك بطيء، اسرع، مالك خفيف وانت رجل يجب ان يكون لك وزنا، هل لقد عينك الملك حتى تكون يعني تقبض على اللصوص، اصبحت ملاذا له. كلام في العظم. كلام مش معقول يعني. طبعا. هل عينك الملك محافظا على الاقليم حتى تكون معينا للصوص وقطاع الطرق؟ اسرع، انت بطيء فانك انت تاخذ حقي. المهم الرسائل كلها بعد كده فظيعه. وفي الرساله 9 بقى بيقول: لقد تحققت من ان ماعت رب اللي هي ربة العداله غادرت هذا الاقليم لانك فيه، وسوف أغادر هذا الإقليم لأنه ليس فيه معد، ليس فيه عدالة يعني. قال له: لا لا تعالى، ده احنا من ساعتها واحنا يا خبر ابيض عايزينك تكتب لنا وبتاع، واللصوص هم والبضاعة بتاعتك هم هي، واحنا كنا بنراعي لأسرتك بس هي ما تعرفش ان احنا بنعمل كده مخصوص، ودي أوامر جلالة الملك عشان تكتب لنا هذه الرسائل الرائعة ومش عارف ايه. ادي واحد بيخاطب محافظ ويقول له انت ملاذ للصوص وانت بقيت يعني معين للصوص وقطاع الطرق، وبعد كده نقول ان المواطن كان وكان وكان مهروس ومش مهروس. لا ده انت لو شفت كمان بقى القوانين بتاعه الحرب. كان في قوانين في الحرب كمان. طبعا طبعا، ده في طب عسكري زي ما في طب مدني. ففي قوانين وبعدين قوانين دي ولا جنيف الايام دي عندها قوانين بالشكل ده. ازاي ان على الجندي عند العودة ان يحمل ابناء الاسرة، وكانوا الجنود يشكون يعني عندنا شكاوي للجنود انهم راجعين منهكين وتعبانين ولا اخر. ازاي انه محرم على اي جندي ان يرجع باي شيء من البلاد اللي راح عشان يؤدبها، لان كانوا بيجوا علينا ويقعدوا ياخدوا المحصول ويقيموا الحرائق ولا اخر. يعني كان في قوانين تحافظ على اخلاقيات الحرب. طبعا طبعا، وكان هناك باستمرار معهم مترجمين عشان الاماكن اللي رايحينها يقدروا يترجموا لهم، انهم احنا جايين بس نؤدب الناس اللي كذا وكذا وكذا يعني. طبعاً. عشان يعني نشر السلام اللي موجود، مش المقصود به ان هو. وحتى معروف ان احد الجنود رجع بغنيمه من الغنائم اللي موجوده، فالقائد بتاعه قال له: مصر غنيه ليست في حاجه لهذا، القيها في النهر. والقاها في النهر ورجع من غيرها. احنا طالعين بس نؤدب هؤلاء الناس اللي هم بيجوا يهجموا على المحاصيل ياخدوها ويشعلوا الحرائق عشان احنا ننشغل بالحرائق وهم يقدروا يهربوا بال. طب هو مين اللي كان بيسن القوانين دي يا دكتور؟ يعني مين اللي بيصيغ القوانين؟ كانت القوانين تسن في دار اسمها دار حوريس الكبرى. دار حوريس الكبرى مش حورس، ما هي متاخده من حارس. مش نطقها مش حارس، زي العين عليها حارس، واللي كلها يعني كلها مشتقات منها. نعم. فاسمها دار حوريس الكبرى، وكان القانون يسن فيه كلمات قليله. طب ليه يعني لما نشوف مختصر يعني المنطق عندي كنت انها تبقى في دار ماعت الكبرى مش دار حوريس الكبرى. هي كده الدار التي كانت تسن فيها القوانين، لان اله العداله والقانون هي ماعت هي ربة العداله. انما دار القوانين بقى اللي التي تسن فيها اسمها دار حوريس الكبرى. تمام. زي دار القضاء العالي، زي اي حاجه من الحاجات دي. فكانت القوانين لازم تكون جمل صغيره مختصره في غايه البلاغه ويعني في غاية الوضوح، حتى مش كل واحد يعني يفسر قانون على هواه.
كانت واضحة جدا، قليلة جدا، مختصرة جدا، وفي غاية الإتقان وفي غاية البلاغة، وليس هناك مجال لأي إنسان يفسرها على مزاجه. وما فيش حاجة اسمها استثناء بقى ولا إلا عشان اللي هي الثقوب اللي الناس والله بتطلع. أنا قلت كده يا دكتور واختلفت شوية، كنت قاعد في جلسة كده مع مجموعة من السادة المستشارين والسادة المشرعين والناس اللي بيفهموا في القانون وكذا، وقلت لهم أنا طبعا مش خبير زيكم، أنتوا الدارسين والخبراء وأساتذة عني، بس أنا بشوف طول الوقت أن وضع المواد والقوانين يجب أن يكون مختصرا. الله عليك. يعني إيه المادة 7 صفحات؟ الله عليك. وكذا وعند مش عارف إلا في الحالات كذا 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 ويستثنى منها كذا ويطلع منها كذا. قلت لهم يا جماعة ده أنتم بتفتحوا باب للتلاعب والتحايل والأبواب الخلفية والاستثناءات وال 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 وال. أنا رأيي إن القضايا بتقعد سنين عشان كده القضايا بتقعد سنين، وعشان كده الثغرات فيها كتير والتحايلات فيها كتير والمحامين شطارتهم إن هو عارف يقول لك يفسر المادة بالشكل ده ويجيب لها تفسير ده ويجيب لها الثغرة دي وكذا وكذا، رغم إنها لو كانت حاسمة جازمة قاطعة زي ما كانوا المصريين القدماء زي ما حضرتك تفضلت دلوقتي كانت تقفل باب التأويل والتفسير والتحايل. بالظبط. فأنا أتمنى والله إن ده يبقى درس لينا، إن المواد والقوانين واللوائح والحاجات دي المختصر المفيد زي في علم المنطق كده الجامع مانع تك تك لكن فكره ان اسهاب وقال لك وتقعد تجيب اول الماده من اخرها تتوه. دكتور سيد كريم هو اللي خطط المعادي، وانا من خطط المعادي، وكان مهندس المعادي كريمات حتى على اسم الاسره بتاعته، وكان وزير وبتاع، وكنت كل يوم 3 بالليل بنسهر وهو يعني تلميذ سليم حسن كويس. وبعد مره بقول له يا دكتور سيد مش كنت توسع الشوارع بتاعت المعادي، مالها ضيقه بالشكل ده يعني بتاع، وانت اللي مخططها وهو اللي خطط جده وخطط بغداد ولا راجل عظيم جدا يعني. فقال لي ما انت لو تعرف الحكايه ما كنتش. قلت له ايه؟ قال لي في سنة 53-54 واحد أعلن عن بيع فيلا بتاعته ب30,000 كويس. فجاله مقاول وقال له أنا عاوز أشتريها ب35,000. قال له ليه؟ قال له حضرتك تجيب لي استثناء أهدها وأعملها عمارة. فهو قدر يجيب له الاستثناء ده فتهدت وبقت عمارة، بقت بالمثل. قال لي الفيلا اللي كان يبقى قصادها عربيتين بقت عمارة مثلا 5-6 أدوار قصاد 20 عربية. وعشان كده من هنا ضاقت المعادي، لأن كسرنا القانون الذي كان يحتم أنها أن تكون كلها فيلات. فالاستثناء هو اللي كسر القانون. الاستثناء وده اللي بيحصل في القوانين كلها. صحيح. الاستثناء، الثقوب اللي إلا مش عارف إيه إلا الكلام ده كله. صحيح. عشان كده مصر القديمة كانت زي ما بتقول يعني مانعة، لأنه ما فيش مجال انك انت تفسرها على هواك. لا، عبارات مختصرة واضحة في غاية البلاغة وفي غاية الاتقان، لا تقبل لا التفسير ولا التأويل ولا الاحتيال. قانون قانون او الاخر يعني. مصر هي ابو القوانين. طبعا، واحنا اثبتنا انها بضاعتنا وردت الينا، بضاعتنا وردت طلعت ولفت ورجعت لنا تاني. احسنت يا دكتور، ودرس النهارده في منتهى مش بس المتعه والافاده لمن يعتبر ولمن يتعظ ولمن يقرا ويريد ان يتعلم. تمام، تشرفت ونورت يا دكتور. انا بشكرك كتير. انا اللي بشكر حضرتك، شرفتني ونورتني. شكرا جزيلا. نشوفك الاربعاء القادم على خير باذن الله. شكرا.